قد ايه انت مبسوطه وسعيده انك خلقتي ست؟ بتقولي الحمد لله ما خلقت راجل، انا خلقت ست، ولا بتقولي العكس؟ والله احيانا بقول نفسي ابقى راجل لو كنت راجل. لو كنت راجل. لو كنت راجل هوصل لك على لو كنت راجل. لا لا مبسوطه، انا طبعا راضيه بكل حاجه على فكره، انا عندي قناعه جميله جدا، مبسوطه ان انا بقيت ست، ومبسوطه ان انا يعني عملت حياتي واشتغلت الحاجات اللي بحبها. يعني انا كنت مثلا في المدرسه بلعب جمباز وبلعب موسيقى والحاجات الفنيه اللي كنت بحبها كملت فيها يعني. فانا اعتبر ست ناجحه يعني طبعا، فمبسوطه جدا ان انا ست. باللي وصلتي له. اه الست عندها امتيازات خاصه تختلف عن امتيازات الراجل. اه ايه هي؟ الست اولا او البنت بتبقى عندها ولاء جامد لاهلها، تفضل مدى الحياة مع مامتها وباباها والأسرة، تهتم بيهم. الست عندها عطاء، عندها حنان. الست دايما عندها صبر يعني، وبتستحمل أكتر من الراجل. ده حاجة يعني علمية، علميا يعني. لا الست فيها حاجات كتير جميلة حقيقي يعني. الأبواب تفتح للست أكتر من الراجل، الفرص لو حلوة. لو حلوة. لو وحشة لا. بس بزماننا الحالي الحقيقة ما بقى في حدا وحش، صرنا عم نلاقي الستات تعرف تظبط نفسها. لو مثقفة هيتفتح طبعا من غير حاجة، لو مش مثقفة بقى وحلوة ممكن برضو توازي الحقيقة. بقولك بصراحة يعني لو حلوة جدا هتفتح البابين. كله بقى يعني الباسبور. باسبور بس. طبعا بوابة اكيد في كل يعني عبور. في اشغال معينة يعني. في اشغال تانية طبعا. لا مش مهم الكلام اللي بقوله ده. انا بقول الكلام الفارغ الفاني. لكن الحاجات الجدية طبعا الست اللي بتبقى مثقفة، دكتورة، حاجات مهمة جدا طبعا. لا صح.